لك ما مشي، طول بالك. اليمين مو اليسار، كبست اليسار هي هيك وهيك. يب يلا امسي 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 ما امسي امسي ما امسي ما امسي ما بس ما يغلب امسي ما امسي ما امسي ما خلع بقول له الله يستر ما يخلق قام قلم. امسي معي قال امسي معي وقف امين نوقف له ونستنى العيد. الله بيصلح والله العظيم الله بيستر. وقف امسي معي امسي معي وقف. ايش عم بتسبح بتبحتر بالاراضي؟ قال سلمنا شوفير قال ولك حتى الكمبيوتر ما بعرف سوق قسما بالله العظيم. شكرا لا داعي للتصفيق. كمان تعبت التانك يا شباب هدي شوي. يلا عادي عادي نعمي ما حتى تفضيها يا الله. اكني هو اكني هو اي والله اكني هو تلم ترم رم لازم منجيب تلا أكبر مشتغل أكتر لازم منجيب تلا أكبر مشتغل أكتر. يب 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 هذا شهد رقم العقد كان والله نسيت له نسيت رقم العقد تبعه تقول بقى خلينا نتذكر عنده هافرس خلنا الارض سبعة. طيب تمام سبعة وين صارت يا معلم؟ لازم تكون هون فلازم نطلع من هون ندخل عليها لهون. يس طيب لانه هيك خلينا نسوي له فورمي. يب لانه نحن بحاجة له بالارض في ارضي في أرضي حكاية. ما في هذا فومي ليش؟ مين سوي فومي للثاني؟ ما سوى فومي للثاني. عند التراكتور الحصاد بيسوي فومي للتراكتور. هيك المفروض يعني. إذا ما سوى هيك كان نيو. ليش هيك؟ لأنه التراكتور مو إلي. هلق عرفت ليش؟ لأنه التراكتور مو ملكي. أيوة طبعا هذاك التراكتور بيكام إلي أما دول اثنين مو إلي. فهمت ليش؟ استفهمتي حاجة يا رجالة استفهمتي حاجة يا رجالة. طيب نتفرج على الغرفة من جوا. والله الكرسي بقيته مريحة والله في كرسي معاون كمان نايس. الآن فهمت الإشي اللي كان صار لي ساعتين ما عم بفهمه. يب الآن بقي الهدف 25,000 لن ننام حتى ننهي هذا الهدف. تعبنا يا زلمة يا الله تعبت. فيما بعد معلم بس خلينا نروح نشوف الأرض الصاير فيها عنا. أيوة التراكتور واقف فيها ليه سكرت الطريق عليه هو من غير شعب ولا التراكتور هو الحصاد. يب ماذا يسير هنا؟ هنا الوضع تمام والله الوضع مو تمام يا معلم. طب خلينا طب خليه بعدين بس خليه يخلص شوي وبعدين نجي عنده. طيب هذا التراكتور ايش راح اسوي؟ خلينا نشوف ايش قد قدرته الاستيعابيه على جبهه الفرلا بس ما تسقط ريلو. طب خلينا نشوف اول شيء ايش في عندنا موارد وايش الاسعار. والله شوف عندنا قمح كثير وسعره
مو كتير صراحة يعني. والله يا معلم عندك هذا سعره طالع 800 و900 إلا بالهوربورت، روح بيع شوي منه الهوربورت. يب بيع بلكي نوصل لل 100 ألف ونسكر الفيديو، بنجعلكم في كراون بهدف جديد وقصة جديدة. تمام تيم 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 تيم. طب تعرف شو خطر في بالي؟ انه اروح اخذ القمح من الحصادة، ولانه صار فيها 80% والتريلا فيها كتير يعني تعبت، ف منفضي منخفف وزن كتير بالقمح. يب يب بفضل بالقمح، ما بفضل بالقمح لان انا اساسا كل شيء عندي لازم ابيعه، لازم نبيع، نبلش نبيع، بس نبيع، ركزي على البيع بس. يعني لو الصينية كان فولناها من كل اشي، بس المشكلة طلعنا تركتوه بس مستوي. يا المستوي انت لازم نبعتك على الشغل وما لنا فاضيين نبعتك، طول بالك شلون انا بعد اطلع على الفاضيين. تعرف شو خطرت بالي؟ فكرة نار يا بيي، على الفكرة نار. وانت لو تعرف ايه اللي عم بفكر فيه ما كنتش قلت كده. عارف لك شو هعمل؟ افصل لي هاد. ليش هاد ما بعلق الفصل؟ فصول يا عم فصيل يا عم الحج، فصيل يا عم الحج، فصيل يا عم الحج، فصيل. طيب خلينا ناخذ هذا البيكاب اول شيء. تمام قل له امشي معي، بس هذا بشان ما نصير معنا مشاكل مثل قبل شوية. نمشي على 100 مهلي. تعال يا مولي، يا مولي بس ما تقلب، يا مولي يا معلم بس لا تقلب. يس منيح ما قلب. يا معلم انا راح احاول اضل امشي ساوي ساوي مشان ما تقلب. والله شوف يا البيكام والله معلم، ها بينته بس نضل ماشي ساوي ساوي ما تقلب. بديت حل بالناس صاحبنا. ساوي ساوي ما ساوي ساوي قد ما يقتنع. يلا روح علي روح رقم الارض 21 2020 تعالوا شوف شو شو ندخل عليها عليها بالميل عليها. هوا شو ترى البيكم معلم، شوف 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 شو ماشي في وراي. لا لا تقلب لا تقلب لا تقلب لا تقلب لا تقلب لا تقلب هدي لا تقلب لا تقلب لا تقلب. لا تقلب ابوس عينك لا تقلب. مش الارض ال 24. لا تقلب يا معلم لا تقلب لا تقلب يا معلم لا تقلب. وصلنا معلم. نرجع فيما بعد معلم. انتي روحي شوفي شو بدي، عبي التريلا وامشي لازم تمشي، بدنا نوصل الحين 100 ألف. والله لازم نوصل، راح يغيب الشمس يا شباب، يا الله راح يغيب الشمس الليلة الثانية. شلون بدنا نركب هلا؟ ما بدي معلم انا منو بتجيب هي هيك، شو هي هيك وشو هي هيك، بتصفها هي هون بتفصل بتلفها اللفة كده 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 وكده كده هو، بعدين بتجيب هي هو يب، بعدين بتلف هيك تكون خلصت التراكتور تبعك مر من قدامك الدوبلو، انت بتشوف من وراه تيجي هيك بتصف قدام التراكتور التاني بتحير قارني وبترجع.
وتعلق، ولا بتروح بتعبي التريلا التانية بتكملها تكميل كلياتها، بعدين بتعبيها بالتريلا التالتة من المعمل وتروح تفضيها كلها سوا وتبيعها كلها سوا. عفوا يعني لازم منطف الميتر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.